يا أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين. أكتر من 33 سنة مرت على رحيل كروان الشرق فايز أحمد، اللي شخصيتها تحيرت ما بين القوة والخلافات المتعددة وما بين الرومانسية والخجل لو اتكلمنا عن حبها للملحن محمد سلطان. فايز أحمد من مواليد 1934 لأب سوري وأم لبنانية، بدأت خطواتها الأولى فنيا في لبنان لكنها ما نجحتش بالشكل اللي يرضيها، فقررت إنها تروح الإذاعة الدمشقية وبرضه ما نجحتش النجاح الكافي لحد ما بدأت بالفعل تنجح وقدرت تشتهر في حلب، ومن بعدها كان النجاح الأكبر لما راحت مصر واعتمدتها الإذاعة المصرية. فايزة أحمد من البداية كان عندها طموح كبير إن هي تشتغل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وحاولت تقابله أكتر من مرة لكنها كانت بتفشل، وفضلت متمسكة بالأمل ده لحد ما قابلته فعلا في دمشق لما كان بيحيي حفل غنائي هناك، وهي راحت بسرعة ناحيته وترجته إنه يلحن لها أغنية، واندهش عبد الوهاب جدا لما سمعها وأعجب بصوتها ووعدها بإنه هيلحن لها أغنية أول ما يرجع القاهرة، وبالفعل تم التعاون بينهم وعبد الوهاب عمل لها أغاني مش أغنية واحدة، ومن الأغاني دي حمال الأسية، هان الود، بريئة، لكن هتفضل ست الحبايب أيقونة التعاون ده، الأغنية اللي لحد دلوقتي بتعيش في وجدان كل الجمهور العربي، وما ينفعش يعدي عيد الأم إلا لما تبقى الأغنية دي شغالة في كل مكان. اتعاملت فايزة أحمد مع ملحنين كتير منهم كمال الطويل ومحمود الشريف وبليغ حمدي، لكن هيفضل محمد الموجي علامة مهمة جدا في تاريخ فايزة أحمد لأنه ساهم في نجوميتها وتكوين شخصيتها الفنية، وقدمت معاه أجمل أغانيها منهم ياما القمر على الباب، بيت العز يا بيتنا، أنا قلبي إليك ميال، ويا تمر حنة، وحيران. صوت فايزة أحمد كان محط إعجاب كوكب الشرق أم كلثوم اللي قالت إنه صوت النساء الوحيد اللي بتسمعه بنشوة، أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فوصف صوتها بالكريستال المقصود، وقال عنها رياض السنباطي احلى من ينطق حرف الحاء في العالم. اما الشاعر الكبير كامل الشناوي فهو اللي اطلق عليها لقب كروان الشرق. لم تهتم فايزة احمد بالسينما ولكنها قدمت حوالي 7 افلام تضمنت اغاني شهيره وناجحه، منها فيلم تمر حنه والمليونير الفقير اللي غنت فيه للفنان الراحل اسماعيل ياسين يا حلاوتك يا جمالك من الحان فريد الاطرش، وفيلم انا وبناتي مع زكي رستم وامال فريد وزهره العلا واللي قدمت فيه اغنيه بيت العز يا بيتنا. اما فيلم ليلى بنت الشاطئ فيعتبر اهم ادوارها كممثلة، وقدمت فيه اغنية ليه يا قلبي ليه من الحان محمد الموجي لتعلن فيها عن حبها لمحمد فوزي في الفيلم. لم يخلو مشوار فايزة احمد من الخلافات مع بعض النجوم، ومن اشهر النجوم دي كان العندليب عبد الحليم حافظ بسبب اغنية اسمر يا سمروني اللي قدمتها فايزة احمد كصوت فقط في فيلم الوسادة الخالية لعبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز، ونجحت الاغنية بشكل كبير وبقت جزء مهم جدا من الفيلم، انتشرت جدا في مصر وقتها، فقرر عبد الحليم انه يغنيها بصوته وبالفعل غناها وطرحها بالاسواق، وده موضوع ضايق فايزة احمد جدا لكنها ردت بطريقة عملية فغنت في نفس العام اغنية ساخرة اسمها هاتولي وابور الحريقة على نفس لحن اغنية حليم في فيلم شارع الحب قولوله الحقيقة من الحان كمال الطويل، فغضب حليم وبقى يرفض اي حفلة بتغني فيها فايزة احمد بسبب الخلاف ده، ولانه تقريبا ما كانش متوقع انها هترد عليه الرد ده، وفضل الخلاف بينهم مستمر لحد ما انتهى بعد حرب 73 اللي دوبت اي خلاف كان موجود بين الفنانين وقتها. برضو كان في خلاف بين فايزة احمد ووردة بسبب الغيرة الشديدة بين النجمتين، وكتبت عنه الصحف وقالت ان كان في تراشق بالالفاظ ما بينهم، لكن برضو الخلاف ده انتهى بالصلح لما تعبت فايزة احمد ودخلت المستشفى، وكانت وردة هي اللي واقفة جنبها ومعاها طول الوقت في المستشفى. لما هنتكلم عن الحب في حياة فايزة احمد هنلاقي المرأة العنيدة القوية بتتحول لبطلة قصة حب دامس 17 سنة، تزوجت من الفنان محمد سلطان في عام 1963 وللعلم هي اللي قالت له بحبك وطلبت منه انه يتجوزها، اتجوزته بعد قصة حب وانجبت منه ولدين توأم طارق وعمر، وحصلت ما بينهم مشاكل واتطلقوا سنة 81، لكن اول ما عرف محمد سلطان بمرض فايزة احمد بالسرطان اصر على انه يرجع لها علشان يبقى اخر زوج في حياتها بعد ما كونوا ثنائي رائع في الفن والحياة، وتقدر تشوف الحب اللي كان بينهم ده واضح جدا في اعمالهم مع بعض واغانيهم، تحس ان هي رسائل حب متبادلة زي اغنية حبيتك وبداري عليك، اعلنت عليك الحب، دنيا جديدة وغيرهم، لحد ما فرق بينهم الموت وماتت فايزة احمد وهي بين ايدين محمد سلطان في 21 سبتمبر 1983، علشان يفضل محمد سلطان عايش على ذكراها ويبكي اول ما تيجي سيرتها لحد دلوقتي. رحم الله كروان الشرق فايزة احمد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتشتركوا في القناة كنوع من الدعم علشان نقدم حكايات جديدة. شكرا، تحياتي.